من روائع إرنست هيمنجواي، رجال بلا نساء. إعداد عبد الحميد الهواري، إخراج نصار عبد الغني. أهلا أهلا بك يا مانويل جارسيا في مكتب حلبة السيران. أهلا بك يا جوزليتو. ما هي طلباتك يا مانويل؟ أنت تعرف يا جوزليتو. تريد أن تقابل دون ميجريتانا صاحب المكتب. وذلك بالطبع. مقابلة شخصية أم جوزليتو؟ مقابلة عمل. لا تتخبث معي. إياك. أرجو أن تعلم يا مانويل أن حلبة الثيران محجوزة لأسبوعين مقدما على الأقل. هذا الكلام قابل للمناقشة مع دون ميجريتانا نفسه. إذن فلتقابل؟ وهذا ما أسعى إليه الآن. آسف يا مانويل، آسف، نسيت أن أقول لك إن ريتانا قد غادر المكتب منذ حوالي الساعة. هكذا إذن؟ نعم هو ذاك. ومتى يعود مرة أخرى للمكتب؟ لا 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 لا، أعتقد أنه سيعود اليوم. ومن الذي سيدير المكتب؟ بالطبع أنا. أنت جوزليتو؟ بصفتي طبعا مدير مكتبي. ولكني أظن يا جوزليتو أنه ليست لديك الصلاحية لتوقيع التعاقدات. أنت تريد أن تتعاقد على يوم لتصارع الثيران. أنت ذكي فعلا يا جوزليتو. في هذه الجزئية أنت محق يا مانويل، إنه يخولني في كل أعماله ما عدا التعاقدات. ماذا إذا؟ أنصحك أن تمر على المكتب غدا. إذن سأنصرف الآن وسأعود غدا. سأعود. أيها النادل، أيها النادل، ماذا تريد يا مانويل؟ ماذا تريد يا مانويل؟ اسمع، قهوة ساخنة مركزة وكأس من البراندي. أوكي. السافل جوزليتو، أنا أعلم تماما أن ريتانا قابع في مكتبه بالداخل. لا أدري إذا كان تصرفك هذا نابعا من نفسك أم هي أوامر سيدك دون ميجر ريتانا. على كل حال أنتما الاثنان أسوأ من بعضكم البعض. يا نادل أقبل. هذه هي القهوة الساخنة المركزة وكأس البراندي. شكرا. لا شكر على واجب سيدي. اسمع. ماذا يا مانويل؟ ألم ترى دون ميجر ريتانا داخلا أو خارجا من مكتبه المقابل لكم؟ رأيته يدخل مكتبه اليوم، ولكن أنت تعرف أنه ليس لدي الوقت الكافي لأنظر من النافذة باستمرار، فالزبائن بالبار متواجدون هنا وهناك. على كل حال شكرا. فهمت. اسمع، فهمت ماذا؟ هذه أول مرة تطلب مني فيها قهوة مركزة مع كأس براندي، وأول مرة أيضا تجلس بجوار النافذة. وماذا في ذلك؟ يبدو أنك في حاجة إلى أن تركز وتراقب. هذا صحيح، أنا متأكد أن ريتانا بمكتبه وسأراه خارجا أو حتى داخلا. بإذنك يا مانويل، صاحب البار يشير إلي. اذهب أنت. ماذا تفعل بذلك جوزليتو يا حقير؟ لماذا تفعل بذلك يا ريتانا؟ أيها الخنزير الأصلع النحيف الحقير، لا تعلم يا ريتانا أنني ما زلت مصارع الثيران القوي الذي ينتزع تصفيق الرجال وأهات النساء. أنت مصر وأنا أيضا مصر، فلندخل أنا وأنت في لعبة الصبر. هل وجدت ضلتك يا مانويل؟ ليس بعد. نسيت أن أقول لك شيئا هاما يا مانويل. قل، هات ما عندك. لقد فاتك شيء هام. قل يا رجل ما هو. ألا تعلم يا مانويل أن مكتب ريتانا له أيضا أبواب خلفية؟ هذا صحيح. إذن فمن المحتمل أن يخرج من إحدى هذه الأبواب الخلفية، أليس كذلك؟ نعم، هذا وارد. إذن ماذا؟ اسمع، أحضر لي كأسا أخرى من البراندي. دبل من فضلك. أوكي.
مانويل يا ولدي. نعم ماما. ما لي أراك شاحب الوجه مجهدا متبرما قلق؟ كل ذلك إنك تبالغين يا أمي. أنا أمك وأعلم جيدا ما يطرأ عليك. ها ماذا حدث اليوم جعلك تبدو كذلك؟ ها؟ لا لا أبدا، كل ما في الأمر مجرد مشاجرات عادية بين الأصدقاء. هكذا؟ أنت تعرفين الشباب يا أمي، نتضحك سويا ثم يسخر بعضنا من البعض، ثم ينقلب الضحك إلى جد فيستولي الغضب على نفوسنا، وقد يصل الأمر إلى التشابك بالأيدي. نعم إلى التشابك بالأيدي. هكذا طيش شباب. أيا كان الأمر حاول أن تستريح بأن تأخذ قسطا من النوم. هو النوم. نعم والآن حالا. لا طبعا، بعد أن تتناول وجبة شهية ساخنة أعددتها لك بنفسي. أوكي مانولي؟ أرجوك يا أمي، أرجوك لا تناديني مانولي، فقد كبرت على هذه التسمية. ستظل في نظري طفلا حتى لو تسلل الشعر الأبيض إلى جانبي رأسك. ها بدل ملابسك إلى أن أحضر لك الطعام. ها قد نام مانويل، أرجو أن يظهر من نومه متعافيا صحيح البدن رائق الذهن، ولكن لابد أن أمنعه مما يسعى إليه. لن أعطيه الفرصة مرة أخرى كي يصارع الثيران، ولن أعطيه الفرصة كي يذهب إلى ذلك الرجل المدعو ريتانا. كفاني ما حدث من قبل. سأتصل بك الآن يا إيزابيلا قبل أن ينهض من النوم حتى تحضري وتحاولي أن تنسيه ما يدور في رأسه. لابد أن أمنعه، سأفعل كل ما بوسعي كي أمنعه. ألو؟ 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 من المتحدث؟ أنا إيزابيلا. سيدة مارتا، أهلا بك. خيرا إيزابيلا، أرجوك احضري حالا الآن. هل هناك ما يدعو إلى العجلة؟ خيرا سيدة مارتا. أنت تعرفين جيدا ما أرغب. مانويل مرة أخرى. نعم يا إيزابيلا، فأنت تعرفين أنني أصر على ألا يحدث ذلك مرة أخرى، كفاني ما حدث من قبل. اهدئي سيدة مارتا، أنا أفهمك جيدا، بل أنا أعتبر نفسي مشاركة في الأمر. إذن فلتتحملي ما يخصك من مسؤولية. سآتي حالا. حالا قبل أن ينهض من النوم. اطمئني سيدتي. إيزابيلا. نعم. ارتدي أحسن وأجمل ما عندك من ملابس وتجملي جيدا و... اطمئني سآتي حالا. إلى اللقاء. إلى اللقاء. ماما. من؟ إيزابيلا عندنا؟ أهلا بك يا إيزابيلا. أهلا بك يا مانويل. هذا فستان رائع. شكرا يا مانويل. أعتقد أن إيزابيلا ارتدك. لي أنا؟ سيدة مارتا. وتريد أيضا أن تأخذها في نزهة عند البحيرة. أنا يشرفني ذلك يا أمه، يشرفني ذلك يا إيزابيلا. شكرا يا مانويل. منظر رائع يا مانويل، الشمس وراء الأشجار وأشعتها تتخلل الأغصان، وعندما تتمايل تلك الأغصان بفعل الريح الخفيفة ترقص أشعة الشمس من خلالها ببطء أحيانا وبسرعة أحيانا أخرى. يا لك من خيالية يا إيزابيلا. بل قل رومانسية. يا لك من رومانسية. ما هو إحساسك يا مانويل بغروب الشمس؟ غروب الشمس يعني قرب مجيء الليل، وفي الليل يجب أن يكون العشاء خفيفا، وحبذا لو استطاع الفرد منا أن يتمشى قليلا ثم ينام مبكرا ليصحو مبكرا. ثم
يستعد ليوم جديد بما في ذلك التمارين الخفيفة أو التمارين القاسية لمصارعة الثيران، لكي يكون مصارع الثيران في حالة جيدة عليه بالتمارين وبالتمارين الدائمة. إنك تتكلم عن نفسك فقط يا مانويل. وأنت سألتني ما رأيك يا مانويل، إذن فالكلام عن نفسي. تعال تعال يا مانويل نجلس على حافة البحيرة. هيا. صوت خرير المياه وتغريد العصافير وانعكاس صورة الشمس على وجه البحيرة تجعل العاطفة تتأجج والروح تسمو. إيزابيلا. نعم نعم مانويل. أنا آسف. آسف على أي شيء؟ أعترف أنني لا أستطيع مجاراتك في الرومانسية. لا عليك مانويل، لا بأس. نحن وإيزابيلا رجال بلا نساء. رجال بلا نساء؟ أعني أنه على مصارع الثيران ألا يرتبط بأي امرأة. ولكني سمعت كثيرا عن مغامرات مصارعي الثيران مع النساء. هذا حق، مجرد مغامرات، والمغامرات تتسم بأنها سريعة وعابرة ولا تأخذ من المصارع الكثير من عاطفته. هو ما الضير في ذلك؟ العاطفة تستحوذ على التفكير، وبالتالي تكون الطامة الكبرى إذا راود خيال المصارع طيف محبوبته أثناء مصارعته للثور، وعندئذ قولي عليه السلام. إنك تبالغ يا مانويل. صدقيني يا إيزابيلا، التجارب أثبتت ذلك، وأقربها تجربة لا تقلب عليك الذكريات الحزينة. أقربها تجربة أخي أنطونيو. إذن فأنت تلومني أيضا. لا، الذنب ليس ذنبك يا إيزابيلا، لك الحق في أن تعيشي وتحبي وتحبي، لكنه خطأ أنطونيو. لماذا لا نجلس هناك بجوار الماء المتدفق؟ ما الذي يضحكك يا مانويل؟ إيزابيلا، يبدو أنك تحاولين أن تعلميني الرومانسية. أبدا، لن أكلمك عن الشمس الغاربة ولا حفيف الأوراق ولا تغريد الطيور ولا خرير المياه. ماذا إذن تحدثينني؟ عن الثيران. الثيران؟ أتعرف يا مانويل؟ ماذا يا إيزابيلا؟ إنني لم أشاهد مباراة واحدة لمصارعة الثيران طوال حياتي. أنا أعلم ذلك. أنا لا أحب العنف ولا أحب منظر الدماء. كنت أطل من شرفتي لأرى المهرجانات المجنونة في الشوارع للتعبير عن البهجة ببداية الاحتفالات بمصارعة الثيران. الثيران تجري مطلوقة في الشوارع، والرجال يجرون أمامها وخلفها وحولها، وقد يقع منهم ضحايا كثيرون بقرون الثيران، ولكن البهجة تستمر والصياح يستمر والاحتفال يستمر حتى يصلوا إلى ساحة مصارعة الثيران. إنه حقا عالم المجنون المجنون. ولكنه عالم مثير وأخاز. لأنه عالمك يا مانويل. هذا صحيح. أرجو أن تصف لي يا مانويل ما يدور داخل حلبة مصارعة الثيران. إيزابيلا، حقا تودين ذلك؟ بكل تأكيد. أنت تعرفين طبعا أنها رياضة عنيفة. طبعا، ولذلك يبدأ منظم مصارعة الثيران بإدخال مجموعة شارلي شابلن إلى الحلقة للترفيه عن الناس. شارلي شابلن الكوميديان العالمي الشهير؟ نعم، المقلدون يرتدون ملابس كملابسه، وأيضا قبعته الشهيرة وعصاه المعروفة، ولا تنسي أيضا شاربه القصير. ثم يحاولون بعد ذلك تقليد حركات شارلي شابلن في سيناريو مرسوم لهم. شيء مسل فعلا. ويدخل الحلبة أيضا يا إيزابيلا شخص يرتدي ملابس صبي فندق، وذلك لينحني ويلتقط القبعات والعصي التي يرميها المشاهدون ليطوح بها في الهواء في حركات كوميدية. كنت أظن أن العنف فقط هو الذي يسود المكان. حقا مقدمة للعنف. كيف؟ يدخل بعد ذلك الرباعي، يعني أربعة أشخاص مهمتهم هي غرز الرايات المسننة الحادة في كتف الثور.
بعد ذلك؟ بعد ذلك يا إيزابيلا يدخل اثنان من النخازين يمتطيان صهوة الجياد، ومهمتهما نخزو الثور برماح طويلة. ثم يدخل المصارع الرئيسي في أبهى حلة لامعة ومزركشة، ووراءه المصارع المساعد، وعندئذ يحيي الجماهير التي تقابله بتصفيق حاد وصياح وترحيب. حقا حقا، إن من يسمع ليس كمن يرى، إنه عالم مثير. وتستمر الاحتفالية إلى أن يقتل الثور. وعندئذ يا إيزابيلا تسمعين صلصلة العربة التي تجرها البغال تدخل الحلبة ليربط بها الثور الميت لتجره إلى الخارج. هو يرمونه بعيدا؟ لا 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 لا، بل يقطع لحمه ويفرق على الفقراء. لقد أدهشتني كثيرا يا مانويل. إذن لماذا لا تحضرين وتشاهدين بنفسك مصارعة الثيران؟ إذن فأنت تدعوني لنشاهد سويا مصارعة الثيران؟ لا يا إيزابيلا، بل أدعوك لمشاهدتي وأنا أصارع الثيران داخل الحلبة. مانويل، أتعرف أنك لو أصررت على المصارعة فإن ذلك سيسبب آلاما هائلة لأمك. ولكنني يا إيزابيلا يجب أن أخذ بثأر أخي، كان يقول لي وهو يحتضر: انتقم لي من كل ثور لعين. هو يثأر لك من الثور الذي جرحك وترحك أرضا وتسبب في دخولك المستشفى، ولكن بدلا من أن يقتل الثور قتله الثور. كفى كفى يا إيزابيلا كفى. أسفة مانويل. هيا هيا بنا هيا. أظنك جوزيليتو ستقول لي إن ريتانا قد خرج منذ قليل من المكتب. لماذا أنت سائل دائما؟ اجلس اجلس يا صديقي وهدئ من روعك. جوزيليتو، أرجوك أن تعرف أن هذه المسألة بالنسبة لي مسألة حياة أو موت، أكون أو لا أكون. أعلم أعلم. بربك قل لي، هل ريتانا هنا أم خرج مثل السابق؟ بل هنا يا مانويل. دون ميجر ريتانا، أهلا بك مانويل. أهلا بك سيدي. اسمع يا مانويل. نعم. لنكن صرحاء فيما بيننا. أرجو هذا. أنت يا مانويل لست مصارعا من الدرجة الممتازة. ماذا تعني يا ريتانا؟ يعني أنك لست في مستوى بالمونتي أو مارشال لاندا مثلا. وماذا يعني ذلك؟ بصراحة جدولي هذا الموسم كامل بهؤلاء المشاهير. أتعني أنه؟ لا 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 تبتئس يا مانويل، سأعطيك فرصة. حقا؟ ولكن ماذا؟ سأشركك في حفلة ليلية. أعتقد أن حفلة ليلية أفضل من لا شيء، أليس كذلك؟ بلى بلى دوم ميجر ريتانا. حسنا حسنا، ولكني أنصحك يا مانويل بأن تتفق من الآن مع أحد مشاهير النخازين حتى يساندك بقوة أثناء المباراة. جوزيليتو. نعم سيدي. رشح لمانويل أحد مشاهير النخازين. أعتقد أنه زوريتو، إنه أفضل نخاز. ومانويل يعرف. وأين يجده الآن؟ مكانه المفضل دائما في حانة القرن الذهبي. من فضلك. نعم يا سيدي. أين أجد زوريتو؟ يبدو أنه ليس هنا. بل هنا يا سيدي، إنه الرجل الضخم ذو القبعة القرطبية الجالس هناك حيث يخبئ رأسه بين يديه في إخفاءة أو في تفكير. أشكرك. أتريد نصيحة يا سيدي؟ نصيحة؟ إذا أردت أن تستقطبه فناده بالاسم المحبب إليه، زورو. شكرا. عفوا يا سيدي، سأذهب إليه. زوريتو، مرحبا زوريتو. أهلا يا مانويل. هل تسمح لي بالجلوس معك؟ تفضل.
شكرا. قل لي كيف تسير الأمور؟ جيدة. وكيف أحوالك أنت؟ ليست جيدة بما يكفي. لما؟ أتسمح لي بأن أقدم لك كأسا؟ لا بأس. أيها النادل، أيها النادل. نعم يا سيدي. أحضر إلى السيد زوريتو كأسا من ال من الجعة. من الجعة. حاضر يا سيدي. سأطلب منك خدمة يا زورو. تفضل مانويل. أنا أريد منك أن تنخز لي ثورين في ليلة مصارعتي. ليلة مصارعتك؟ إذا فهي حفلة مصارعتي الليلية. فلا يا زورو، هي كذلك. آسف يا مانويل، أنا لا أعمل بالنفس. كنت أتوقع هذا الجواب منك. أتريد من زوريتو أن ينخز في حفلة الليلية؟ تصورت بأنني لو كان لدي نخاز في مثل كفاءتك فإنني يمكنني أن أتدبر أمري معه. لابد أنه ريتان هو الذي وضعك في هذا الموقف الحرج. فمقدار علمي أنت قد صارعت في حفلات النهارية، أليس كذلك؟ بلى. على كل حال كم أجرك؟ 300 بزيتة فقط. أنا أتقاضى أكثر من هذا المبلغ عن النخ. أنا أعرف هذا، لم يكن من حقي أن أطلب منك هذا. ما الذي يدفعك الاستمرار في هذا العمل؟ لما لا تقص ضفيرتك يا مانويل؟ لا أعرف، فقط ينبغي أن أقوم بهذا. أنني أعرف شعورك، ومع ذلك عليك أن تترك هذا العمل وتتخلى عنه. لا أستطيع، لا أستطيع، وخاصة أن صحتي قد تحسنت جيدا. كنت في المستشفى؟ صارت أموري سيرا حسنا قبل أن أصاب. قالت الصحف حينئذ بأنهم لم يروا عرضا أفضل من ذلك. أنت تعرف أنني حين أنطلق أصبح رائعا. على كل حال سأقوم بالنغز من أجلك، ولكن ماذا؟ يجب أن تضمن أن يكون العرض ناجحا. أنا أضمن لك ذلك. لا أحب أن يقال فشل المصارع وزيرت النخاز العظيم يشترك معه. أعدك بذلك يا زورو. وأعدك لا يكفي. ماذا تريد إذن؟ أريد أن تضمن نجاح العرض. قلت لك أن اسمع يا مانويل. نعم زوريتو. أريدك أن تقابل فيلاتا. فيلاتا؟ المصارع العظيم؟ نعم، وأن تتقبل منه بعض النصائح والتوجيهات حتى لو كان ذلك بمقابل. هذا هو شرطي. لك ذلك يا زوريتو، لك ذلك. أنت محظوظ فعلا يا مانويل، محظوظ لأنك حظيت ببعض الوقت لتقابل فيلات العظيم. هذا فعلا من حسن حظي. هل شاهدت حفلي الأخير وأنا أسرع الثورين؟ بالطبع فيلاتا، ما كان يفوتني أي حفل من حفلاتك الرائعة، وبخاصة الحفل الأخير. لقد سعد وانتشى كل الجمهور من الصفوف الخلفية إلى الصفوف الأولى لعلية القوم ولمراسل الصحف في أسبانيا وفي كل أنحاء العالم. هل قرأت ما كتب عني في الصحف عن ذلك الحفل؟ بالطبع، بالطبع فيلاتا، فقد أشادت بك الصحف ووصفت الحفل وصفا فنيا دقيقا، وبخاصة كيفية قتلك للثورين. ليهنئ الجمهور ولتكتب الصحف، وليأكل الفقراء ما تقدمه يدا فيلاتا من لحم الثيران. هذا مد وأيضا كرم منك يا فيلاتا. نعم. لنعود إلى طلبك، ماذا تريد بالتحديد؟ لا أخفي عليك أنني بعد جهد جهيد أقنعت ريتانا أن ينظم لي حفلة مصارعة الليلية. ماذا تقول؟ حفلة للمصارعة الليلية؟ على رأي ريتانا حفلة ليلية أفضل من لا شيء. لتكن حفلة ليلية ثم تقفز إلى حفلة نهارية. لا، أنا صارعت في حفلات نهارية من قبل، ولكن أقصد لكنني أريد أن فهمت. أصبت وغالبا ما دخلت المستشفى. نعم هذا ما حدث. لا بأس. والآن أنا بين يديك. اسمع يا مانويل. كل آذان مصغية. قبل أن نبدأ أي شيء لابد وأن تفهم هذه الكلمات الأربع التي سأقولها لك الآن. قل يا فيلات. أهم شيء التركيز.
ثم سرعة البديهة، ثم الجرأة، ثم رشاقة الحركة وجمالها. لن أنسى ذلك أبدا. الثلاثة الأول لك شخصيا، أما الرابعة فللجمهور. تمام. والآن سأخذك إلى فيلتي، حيث ألحقت بها بالساحة الخلفية ساحة مصغرة لمصارعة الثيران، هذا طبعا للتمرين. شكرا فيلتا. ألم أقل لك إنك محظوظ؟ فعلاوة على ما سبق فأنت ضيفي في حفلة الغد، حيث سأصرع ثورين آخرين. يا ذا الحظ. أنت فعلا محظوظ يا مانويل، لقد نجحت في استقطاب زوريتو النخاز الكبير، وأيضا حطيت بمقابلة فيلاتا العظيم. والآن ليست لديك حجة، فلتحجز لي الحفلة الليلية. اتفقنا يا صديقي. جوزليتو. نعم دوميدري تانا. ناولني من فضلك دفتر الحجوزات. أمرك يا سيدي. هيا هيا أسرع يا جوزليتو، لا تتلكى. ها هي يا سيدي. ممكن ذلك الوقت. مانويل. نعم. هل يوافقك مثل اليوم من الأسبوع المقبل؟ مثل اليوم من الأسبوع المقبل ممكن أوافق. حسنا اتفقنا. بإذنك دون ميجريت. أنا ستذهب للتمرين؟ بل سأستعد لحضور حفل المصارعة الخاص بفيلاتا العظيم. هل دعاك أيضا لحضور حفلته؟ بالطبع. إذن فلتستفد بقدر الإمكان من رؤية هذا المصارع الفذ العظيم. مقلدو شارل شابلن يثيرون الضحك والبهجة حقا. سألقي بقبعتي وعصاي على ذلك الرجل الذي يرتدي ملابس صبي الفندق. حذاري أن تصيبه في رأسه. لا تخاف، إنه محترف. وحذاري أيضا أن يرد العصا عليك فيصيبك. لا تخاف، فإنه ليس بطل العالم في رمي الرمح، إنه مجرد مهرج. والآن بعد أن استمتعتم بهذا الفاصل المرح والعرض الهزلي، سيدخل الساحة رباعي الرايات المسننة. يتبعهما اثنان من النخازين على جيادهما المطهمة. اكتب يا ألفارو، اكتب بحيث لا تفوتك أي تفصيلة، حتى تملأ المساحة كلها المسموح لك بها في جريدتنا الهيرالدو. أنت تعرفني جيدا، فكم كتبت بل وأضفت؟ على كل حال لن يفوتني أنا شخصيا أي شيء يقع عليه نظري، حيث نستكمل سويا الريبورتاج. انطلق الآن إلى داخل الحلبة الثور الشهير كامبانييرو. الثور كامبانييرو ثور أسود، خرج بسرعة 90 ميل في الساعة تقريبا، وهو يطلق من فمه ومن منخاره كمية كبيرة من الغاز. والآن أيها الحضور، سيدخل الحلبة المصارع العظيم في لندن. العظيم في ثوبه المزركش اللامع وبيده قماش موليتا باللون الأحمر، إنه يتجه صوب عمدة المدينة ورجالاتها الكبار والسيد ريتانا صاحب الحلبة بتحيتهم جميعا. الثور كامبانييرو
يقف ويضرب الأرض بقدميه حتى إنه يكاد يحفرها، ويركز نظره على المونيتا الحمراء متحفزا. يبدو أن الثورة كامبانييرو لا يستطيع الصبر، قد بادر تفيلات العظيم. تفيلات يفرد له المونيتا ويلفها بجوار خصره في حركة رشيقة بارعة، فيتجه الثور في اتجاه الخاطئ. فيلات العظيم تجه صوب المنصة الرئيسية بتحية الجمهور مرة أخرى. ما هذا؟ الثور كامبانييرو يفاجئ فيلات ويهجم عليه من الخلف. فيلات لم يستطع مباراة سرعة الثور الذي نطحه من الخلف. فيلات العظيم ملقا على الأرض، والنخازون يطاردون الثور الهائج برماحهم لقتله، وكذلك يفعل حامل الرايات المسللة. لقد انحنى مساعد فيلات عليه ليرى مدى إصابته. يا للهول، إنه يشير بيده إشارة الموت. لقد مات فيلات العظيم. أما زال مانويل قافلا عليه غرفته؟ نعم، ولم يسمح لأحد بالدخول عليه. أرجو أن يكون بخير. أنا قلقة عليه كل القلق. قبل أن يدخل غرفته كان في حالة غريبة، مهموم زائغ البصر، قلق شاحب الوجه، شارد الذهن، ولأول مرة يقفل الباب عليه بالمفتاح. أرجو أن تكون غمة وتمر سريعا. فيلات العظيم مات، فماذا ستفعل أنت يا مانويل؟ ماذا ستفعل؟ أنت مجرد مصارع من الدرجة الثانية، أنت تنظر إلى أعلى من قامتك بكثير. أين أنت من فيلات أو بالمونتي أو مارشال لالاندا؟ لا لا، لن أستطيع المصارعة مرة أخرى، كفاني إصابة السابقة، لن أصارع. ولكن أخي مانويل، أرجوك يا أخي أن تظهر لي. اقتل كل ثور تصارعه في الحلبة، اقتله حتى تهدأ روحي في مستقري الأخير. كم أود أن أقص بيدي ضفيرتك المصنوعة من شعر الخنزير علامة المصارعين. كم أود أن أفعل ذلك حتى تستريح نفسي وأعرف أنك لن تعود للمصارعة مرة أخرى. أنا لا أحب العنف ولا منظر الدماء، ذلك كان قدر أخيك. فانسى ذكرياتك الحزينة واطرد ذلك الوعد القاسي المميت. اثأر لي يا مانويل، اثأر لي يا أخي مانويل. سأثأر لك يا أخي، سأثأر لك، سأثبت للجميع أن مانويل غارسيا مصارع عظيم. مانويل غارسيا مصارع عظيم. أهلا بك سيدتي، شرفت مكتب ريتانا. أنا مارتا والدة مانويل غارسيا. أهلا بك سيدة مارتا. لقد جئت إليك سيد ريتانا بعد أن سمعت عنك الكثير من الفضائل والخصال الحميدة. شكرا. في الواقع إنما قصدتك، أرجو أن تفهمني، إنها مسألة هامة. إنني تكلمي سيدة مارتا، وسيكون لي الشرف أن ألبي أي مطلب لك سيدتي.
هل تريدين أن أرفع أجر مانويل؟ لا لا بالعكس. لا 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 أفهم. أريد منك أن تلغي حفلة المصارعة الخاصة بمانويل. أريد منك أن تمنعه من المصارعة أصلا. ماذا؟ أنا أكلمك الآن كأم، كأم تخاف على ولدها الوحيد. فهمت. وإذا كنت قد أعطيته بعض النقود كدفعة تحت الحساب، فأنا مستعدة أن أردها لك دون مجريتانا. سيدة مارتا، لقد وضعتني في موقف حرج، بل في مأزق كبير. أرجوك سيد ريتانا، أرجوك. سيدة مارتا، أرجوك. سيدة مارتا، لا داعي للبكاء، بل ارفعي رأسك في فخر، لأن لك ابنا طموح مثل مانويل. هيا هيا، لا تدفني رأسك بين يديك، ارفعي رأسك سيدتي وامسحي دموعك. هكذا، نعم نعم هكذا. حسنا حسنا. ما هذا الذي تثبته على الحائط خلف مكتبك؟ إنه رأس ثور محنة وفظيع. وماذا في ذلك؟ اللوحات النحاسية، اللوحات النحاسية الصفراء المثبتة تحت رأس الثور تقول الثور مريبوسا تلقى 9 أناط رمح من على ظهر 4 خيول وعود بحياة أنطونيو غارسيا مصارع صراط المستقيم. أنطونيو غارسيا هو ابني ريتانا. اهدئي سيدة مارتا، اهدئي، أرجوك اهدئي. جوزيليتو. ماذا سيد ريتانا؟ ارفع هذا الشيء وارميه في المخزن. ماذا؟ نعم، رأس الثور. نعم نعم، موسى. هو هيا هيا هيا. أمرك سيدي، أمرك. لماذا رأس هذا الثور بالذات تضعونه على الحائط خلف مكتبك؟ إنه مجرد تقليد يقوم به المكتب. انظري حواليك، ستجدين رؤوسا محنطة في كل مكان، وحتى في الرواق الذي يؤدي إلى هنا. إنه كما قلت لك مجرد تقليد، ومع ذلك فليذهب هذا الشيء إلى الجحيم. هل انتهيت يا جوزيليتو؟ نعم سيدي. إذن ألقي به في المخزن كما قلت لك. أمرك سيدي. هل استرحت الآن سيدة مارتا؟ لا تؤاخذني سيد ريتانا، لقد فوجئت به فأصيب جرح القديم مرة أخرى. لا عليك سيدة مارتا. والآن دون ميجر ريتانا، هل ستلبي طلبي؟ بالطبع، فأنا أيضا لي أم حنونة مثلك. سألغي الحفلة وعليك أنت إقناع ابنك مانويل. شكرا دون ميجر ريتانا، شكرا. ولن أنسى لك هذا الجميل أبدا. لن أنسى هذا الجميل. إذن لي بالانصراف سيدي. تفضلي سيدتي، مصحوبة برعاية الرب. تفضلي. أوف، موقف فظيع. يا لها من أم. جوزيليتو. نعم. جوزيليتو. نعم. أين ذهبت برأس الثور مريبوسا؟ وضعته في الرواق تمهيدا لوضعه في المخزن. نأت به جوزيليتو. ماذا؟ وضعه في مكانه مرة أخرى على الحائط خلف المكتب. سيدي، وماذا عن السيدة مارتا؟ لا أظن أنها ستزورنا مرة أخرى. وما هي إجراءات إلغاء حفلة؟ ما زلت أنت غبي. ماذا؟ وأعمق أيضا. سيدي أنا، إذا قصدتنا كل أم لمصارع لإلغاء الحفلة الخاصة بابنها، فلا أقدر بنا أن نقفل هذا المكتب. إذن فلن تلغي الحفلة الخاصة بمنوي؟ طبعا جوزيليتو، فقد قمنا بعمل الدعاية وطبعنا البطاقات
ووزعنا معظمها كما تعلم. سيدي إذن لا إلغاء. طبعا لا إلغاء. أرجو أن تكون قد تحسنت صحته. أعتقد ذلك، كنت أدعو الرب دائما أن يقف بجانبه. ترى هل هو نائم الآن؟ لا أعتقد، فإنني قد سمعت كلمة هنا وكلمة هناك كما لو كان يكلم نفسه، أو لا قدر الرب من أثر الحمى. لا قدر الرب، أرجو أن تكون مجرد وعك. آمل ذلك. هل أستطيع أن بالطبع. تفضلي إيزابيلا، تفضلي، ولعل ذلك يرفع من معنوياته. بإذنك سيدتي. تفضلي إيزابيلا. أدخل. إيزابيلا. أنت مساء يا مانويل. أنت مساء إيزابيلا. هل أستطيع أن أجلس بجانبك على حافة السرير؟ بالطبع بالطبع، تفضلي. يبدو أن الولد العنيد أصبح في صحة جيدة. هذا لأني رأيتك يا إيزابيلا. ياه، لقد تقدمنا كثيرا. أنا أحس أن باستطاعتي الآن أن أصارع ثورة. أوه، مرة أخرى. من المفروض أن تكوني في بيتك في مثل هذه الساعة من الليل. ليس قبل أن أطمئن عليك. لا، أنا بخير كما ترين، الحمد لله رب. وجئت أيضا كي أدعوك دعوة خاصة. دعوة خاصة؟ أنت وماما مارتا طبعا. أنا لا أفهم إيزابيلا. لقد دعانا عمي الدون ساباتيرو للإقامة في مزرعته عدة أيام. هذا كرم منك. تقصد من؟ من عمي ساباتيرو؟ لا، لولاك طبعا ما دعانا عمك هذه الدعوة. المهم أننا سنقضي وقتا ممتعا وجميلا. إيزابيلا، إنك تشعرينني بأنني شت. لماذا؟ كل هذا الاهتمام وكل هذه المشاعر وكل هذه لا تكمل يا مانويل. أعتقد أن الكلام لو قيل في الضيعة لزاد معناه جمالا وتأثيرا. هناك في الضيعة؟ حيث أشعة الشمس تتسلل من خلال الأغصان، وحيث الطيور تغرد، قرير المياه وانعكاس صورة الشمس، صورة الشمس الغاربة على صفحة البحيرة. مانويل، لقد تغيرت كثيرا. الفضل لك يا إيزابيلا. مانويل. نعم. أريد أن أعترف لك. إيزابيلا، أنا أريد. أرجوك دعني أكمل كلامي. لا أخفي عليك إنني في بادئ الأمر كانت مهمتي هي محاولة إبعادك عن الإصرار على مصارعة الثيران. رويدا رويدا شعرت بذلك الشعور الذي لا قدرة لنا على مقاومته. شعرت بأنني أحبك يا إيزابيلا. أحبك يا مانويل، ولكن خوفي عليك يطغى على كل شعور. إنك لا تعرف ما أعانيه ولا ما تعانيه أمك أيضا. وماذا بعد؟ أن تنسى. أنسى مصارعة الثيران. أتعدني؟ أعدك يا إيزابيلا. وهم يحملون النخازات الفولاذية في المنطقة.
النخاذ الشهير زوريتو. ومن خلفهم خدم حلقة السرار والبغال المجلجلة لجر الثور بعد قتله. اتبع إلى الحلبة الآن الصوت ميكادورو. دفع الثور بسرعة في 70 ميلا تقريبا، وهو ثور ضخم نوعا وبقرنين كبيرين يرضيان الزبائن. إنه يحفر الأرض بين أقدامه. هل كتبت أيتها الزميلة؟ ماذا تراني أفعل؟ أرسم كاريكاتير؟ المهم أن تكتبي ما يرضي رئيس التحرير. الثور ميجاتورو يتحفز للانقضاض على المصارع مانويل غارسيا. تقدم يا ميجاتورو، تقدم، تقدم وثوريك من فنون المصارعة ما يذهلك، ثم ما يرهقك، ثم ما يقتلك. هيا هيا طوروا. الثور ميجاتورو يهجم على مانويل غارسيا. مع الثور وهو يدفع الثور حوله. امسك مانويل بالموليتا الحمراء ودار بها حول نفسه ليتجه الثور في الاتجاه الخاطئ كما لو كان راقص باليه. اتجه الثور ميجاتورو في الاتجاه الخاطئ ليواجه زوريتو على الحصان الأبيض. زوريتو ينخزه بحربته الفولاذية. تقدم رباعي الرايات المسننة لضرب الثور في كتفه. إنه ينزف بغزارة. الثور ميجاتورو ينظر بعينيه نحو مانويل ويتجه إليه في غيظ القاتل. هيا هيا ميجاتورو، هيا، ستكون أنت مواجهة الأخيرة. أترك مصارعة الثيران، أتعدني؟ أعدك، ولكن بعد أن أوفي نظري وأخذ بثائري. يعملان في جسد مانويل. اندفع رباعي الرايات المسننة نحو الثور الهائل. وكذلك النخازون لمحاولة إبعاد الثور عن مانويل مؤقتا. مانويل مدرج في دمائه ويتألم. إيزابيلا، إيزابيلا، لماذا أحببتني الآن؟ لماذا جعلتني أحبك؟ قد قلت لك من قبل أنا رجال بلا نساء، لا نستطيع أن نحب ونقاتل الثيران في وقت واحد، ولكن لا بأس، لا بأس لننهي هذه المسألة. الدم ينزف من مانويل غارسيا على صدرياته المزركشة. إنه يتحمل مواجهة الثور ميجاتورو مرة أخرى. لن يصمد الفتى في مصارعة الليلة يا جوزيليتو، ولكنه أبدى بعض المهارة. لنتابع ولا. عليك بأربع أشياء مهمة مانويل: التركيز، سرعة البديهة، الجرأة،
رشاقة الحركة وجمالها. اسمع كلام المصارع العظيم فيلاتا. لكنك مت فيلاتا العظيم. أما أنا فسأصمت، سأصمت لأحقق هدفي وثأري. نفخ نافخ البوق ليعلن بدء الفصل الختامي. إنها الوصلة الأخيرة بالسعي. المصارع مانويل يتقدم رغم الدماء التي تسيل على صدره. يتقدم نحو المدرج الأمامي إلى المقصورة الرئيسية. أهدي هذا الثور. ميجا تورو، إليك يا عمدة المدينة وإلى جمهور مدريد، يا أزكى وأكرم جمهور في العالم. مانويل غارسيا يتقدم نحو الثور الهائج ممسكا بالموليتا الحمراء بيده اليسرى والسيف في يده اليمنى. الثور ميجاتورو، الثور ميجاتورو الآن في حالة دفاع بعد أن نخزه النخازون بحرابهم وأصحاب الرايات المسننة في كتفه. ينظر إلي في تحفز ويوفر طاقته قبل هجوم. ينبغي أن أخرجه من وضعه هذا وأجعله يخفض رأسه، وعندئذ أطعنه بالسيف مرة واثنتين وثلاث حتى أجهز عليه. مانويل يضلله بالموليتا الحمراء ثم يطعنه بالسيف. يا للهول، الثور يلتفت للقلب في قبضة واحدة ويطعن مانويل في جنبه. مانويل شجاع يقف على قدميه مرة أخرى رغم الطعنة الهائلة. الثور يهضم مرة أخرى، مانويل يطعنه بالسيف. الثور يترنح، مانويل ينتهزها فرصة ويطعنه مرة أخرى. ومن قوة الطعنة لا يقدر مانويل على إخراج السيف مرة أخرى من جسد الثور. توريتو يتقدم بسرعة على حصانه ويناول مانويل سيفا إضافيا. يا للإثارة! مانويل الشجاع طعن الثور مرة واثنتين وثلاث. الثور يترنح ويخون ويقع على الأرض متأثرا بجراحه. إنه يعتبر يستلقي على ظهره. أرجله الأربع ترتفع عاليا، لسانه يتدلى من فمه. ولكن مانويل، مانويل يترنح أيضا ويده ملطخة بدماء الثور. مانويل الشجاع يترنح ويحاول جاهدا أن يتجه نحو المقصورة الرئيسية. المفروض أن أذهب لأحيي الجمهور. للجحيم أيها الجمهور، للجحيم أيها الثور الميت، للجحيم يا عمدة المدينة، للجحيم جميعا. مانويل غارسيا يترنح في دمائه. وصل إلى المقصورة الرئيسية بإعياء شديد. إنه يلوح بيده المتعبة. إنه يترنح. إنه يتهاوى على ركبتيه ثم يقع على الأرض. احملوه عبر الحلبة إلى المصراح. احملوه عبر الحلبة إلى المصراح. اهدأ واسترخي وسنعمل اللازم لإسعافك وإنقاذك. خذوه إلى غرفة العمليات.
قل لي أيها الطبيب صراحة، هل سيعيش الفتى الشجاع مانويل؟ الإصابة خطيرة، لكنني أعتقد أنه سيعيش. نعم سيعيش. كنتم مع رجال بلا نساء، بطولة وحيد عزت، محمد ولاء الدين، علي عزب، جلال توفيق، أحمد الشناوي، آمال العزازي، عواطف حلمي، رقية أحمد، حمدي أبو العلا، سيد عبد الباسط، كمال زغلول، جمال حماد، عبد العزيز زكي، وأحمد الطماني. قام بدور مانويل مفيد عاشور. الهندسة الصوتية أبو بكر المهدي. رجال بلا نساء، إعداد عبد الحميد الهواري. إخراج نصار عبد الغني.